اللي انا تحققت بيه وقعت لترشيح عماد ميشيل عون. المعارضه السوريه هي بتحدد من يمثلها. اهلا بكم الى الصباحيه من تلفزيون مستقبل وفيها. ما في حدا اكبر من بلده وما في حدا سيتمكن من السطو على الجمهوريه اللبنانيه لا بترهيب السلاح ولا بارهاب التطرف ولا بمخالفه الدستور. في ذكرى 14 من شباط الحريري يؤكد التزامه بالدوله ويقول: نحن عرب على رأس السطح ولبنان لن يكون ولاية إيرانية. سلسلة لقاءات في بيت الوسط وجنبلاط يزور عين التينة ويصف كلام الحريري بالممتاز. مقاتلات سعودية في تركيا قبيل بدء مناورات رعد الشمال وأنقرة تواصل دك مواقع أكراد سوريا. صباح الخير. في الاحتفال الجامع لقادة قوى 14 من أذار لمناسبة الذكرى 11 لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري ورفاقه الأبرار وبحضور لافت للوزير ريمو عريجي ممثلا رئيس تيار المردة النائب سليمان الفرنجية، كلمة للرئيس سعد الحريري الذي وصل إلى بيروت فجر أمس أعلن فيها الاستمرار على نهجك يا أبا بهاء ولو كره الكارهون. الرئيس الحريري أكد أن ما من أحد سيتمكن من السطو على الجمهورية اللبنانية لا بترهيب السلاح ولا بإرهاب التطرف ولا بمخالفة الدستور ولا بالأحكام العسكرية الزائفة ولا بأي وسيلة من وسائل التعطيل والفوضى. وقال أن لبنان لكل اللبنانيين وهذا ما يجب أن يكون معلوماً لكل الرؤوس الحامية. في ذروة الحصار السياسي وحملات التشهير التي نظمها عهد الوصاية ضد الرئيس الشهيد رفيق الحريري، خرج رحمه الله على اللبنانيين ليقول: ما بصح إلا الصحيح وما في حدا أكبر من بلده. زمن الوصاية السورية لم يستطع أن يفبرك أشخاصاً أكبر من لبنان، وزمن الاستقواء الإيراني لن يستطيع أن يصنع قادة أكبر من لبنان. وكل أشكال الإرهاب لن تتمكن من وحدة لبنان، وكل عمليات الاغتيال لن تكسر أحلامنا بقيام لبنان. البعض لا يحب هذه العبارة لأن من قالها هو الرئيس الشهيد، أما نحن فنجتمع في 14 شباط من كل عام لنعلن على رؤوس الأشهاد: على نهجك مستمرون يا أبو بهاء ولو كره الكارهون. الحريري قال أن هناك من يقاتل في الأماكن الخاطئة وتحت شعارات خاطئة، وإذا كانت الدولة ومن خلفها القوى المشاركة في طاولة الحوار قاصرة عن وضع حد لهذا الخلل، فأن هذا القصور يستدعي رفع مستوى الاعتراض السياسي ومناشدة أهل العقل والحكمة الوطنية من الطائفة الشيعية المبادرة لتفكيك أخطر الألغام التي تهدد سلامة العيش المشترك. إن لبنان يدفع يوميا من تقدمه واستقراره ضريبة الارتجال السياسي والاستقواء العسكري والتذاكي الدبلوماسي والارتباك الاقتصادي والاجتماعي والاندفاع غير المسؤول في تعريض مصالح لبنان للخطر والتحامل على الدول الشقيقة وعلى رأسها المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي.
وعلى رأسها المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي التي لم تبادرنا يوماً بأي أذى. أي عقل متهور يحرك هذه السياسات في مقاربة العلاقات الأخوية؟ هل نحن أمام أحزاب تعمل لله أم أمام أحزاب تعمل للفتنة؟ نحن عرب على رأس السطح ولن نسمح لأحد بجر لبنان إلى خانة العداء للسعودية ولأشقائه العرب. لن يكون لبنان تحت أي ظرف من الظروف ولاية إيرانية. نحن عرب وعرب سنبقى. وبعد انتهاء كلمته في البيال، توجه الرئيس سعد الحريري إلى ضريح والده الرئيس الشهيد رفيق الحريري وقرأ الفاتحة عن روحه الطاهرة وأرواح رفاقه الشهداء، كما قرأ الفاتحة عن روح الشهيدين وسام الحسن ومحمد شطح. أجواء استثنائية رافقت إطلالة الرئيس سعد الحريري الذي ختم خطابه بصورة جامعة لقادة ثورة الأرز. تقرير شرب العبود. دولة الرئيس سعد الحريري. كما دائما بيروت ولبنان على الموعد مع الذكرى الأليمة التي أزهرت ربيع بيروت. بيروت التي حضر إليها الرئيس سعد الحريري رغم الظروف والمخاطر الأمنية. ثورة الأرز حضرت بكل وجوهها من رؤساء أحزابها وتياراتها إلى آلاف المدعوين الذين غصت بهم قاعة الاحتفال في البيال، حيث رفعت صور شهداء الحرية والسيادة والاستقلال وصور الرئيس الشهيد رفيق الحريري إلى جانب عبارة الحق معك واليوم أكثر. جوقة الجامعة الأنطونية وبالتعاون مع بيروت ترنم افتتحت الحفل بالنشيد الوطني اللبناني. دقيقة صمت عن أرواح شهداء ثورة الأرز، ثم كلمة لعريف الحفل الزميل جورج بكاسيني، ثم وثائقي عن شهيد لبنان عن رفيق الحريري. فلنثق بالله سبحانه وتعالى كما تعودنا دائما، ولنثق ببلادنا وبوطننا، وبإذن الله النصر قريب. أنشودة يا حرية بقيادة الأب توفيق معتوق. في السياسة كلمة للرئيس سعد الحريري. وفي ختام كلمته دعا الرئيس الحريري قادة ثورة الأرز لالتقاط صورة جامعة تأكيدا بأن الثورة مستمرة. في لحظة إقليمية دقيقة داخليا وإقليميا أحيا لبنان ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري، ذكرى وضع خلالها الرئيس سعد الحريري من بيروت النقاط على حروف التطورات في لبنان والمنطقة. من البيال شرب العبود، تلفزيون مستقبل.
دعا رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جملاط عقب زيارته رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة إلى النزول لمجلس النواب وانتخاب أحد المرشحين الثلاثة لرئاسة الجمهورية. وأشار جملاط إلى أن ما سمعناه في احتفال بيال كان ممتازا. توصلنا في الحوار في النهاية إلى توصيف مواصفات الرئيس ونتائج إيجابية، واليوم المطروح علينا لنختصر المطروح علينا انتخاب رئيس جمهورية وهناك ثلاثة مرشحون، فلنتفضل وننزل إلى المجلس النيابي ولتكن اللعبة ديمقراطية. هذا أمر بسيط، لكن الحوار الذي أرساه الرئيس بري نجح وتوصلنا إلى هذه النتيجة. يبقى الترجمة الدستورية الديمقراطية ممتازة ممتازة ممتازة، وكلامه سمعنا كلامه بالمهرجان البيار كمان أيضا ممتاز. وتتابعونا بعد الفاصل. في ذكرى 14 من شباط إضاءة للشعلة في عين المريسة. وبعد عودته إلى لبنان للمشاركة في إحياء ذكرى اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، سلسلة لقاءات للرئيس سعد الحريري في بيت الوسط، كما تلقى الرئيس الحريري سلسلة اتصالات للتهنئة بعودته بالسلامة من كل من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية ونائب رئيس المجلس الإسلامي شعيل الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان والوزير السابق جان بيت. استهل الرئيس سعد الحريري لقاءاته في بيت الوسط باستقبال رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جملاط في حضور نجله تيمور والسيد نادر الحريري، وتناول اللقاء الأوضاع العامة وآخر التطورات. كما استقبل الرئيس الحريري مهنئين بسلامة عودته إلى بيروت، ومن أبرزهم رئيس كتلة المستقبل النيابية الرئيس فؤاد السنيورة ووزير الداخلية نهاد المشنوق ووزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس ووزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية نبيل دفريج ومفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان وعدد من النواب وقائد شرطة بيروت العميد محمد الأيوبي وشخصيات. وفي المكان الذي نفذت فيه جريمة اغتيال الرئيس الشهيد منذ 11 عاما أضاء تيار المستقبل الشعلة تحية لروحه. في نفس المكان وفي اللحظة نفسها أضيئت الشعلة بمناسبة مرور 11 عاما على جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه. النائب مروان حمادي وقف مقابل مكان الانفجار الذي غير تاريخ لبنان. هذه اللحظة بعد ثواني أو دقائق انفجرت تلك السيارة المشؤومة طني حزب الله والنظام الإيراني والنظام السوري، طني الحقد بحق رجل السلام والحوار واليد الممدودة حيالهم، حتى غيرت ربما تاريخ الشرق الأوسط. وما نعيش اليوم من مآسي هو من نتاج تلك الجريمة الكبرى، وأنا على ثقة أن السنة بيطلع من المحكمة الدولية إن شاء الله حكم بحق المجرمين. ومن كشافة المستقبل تحية للرئيس الشهيد رفيق الحريري. نحن اليوم مثل كل سنة بنجي بهذا الوقت لنرجع نذكر ونذكر العالم كلياتها بالمجزرة اللي صارت بال 2005 باستشهاد الرئيس رفيق الحريري. اليوم الشباب جايين يجددوا الوعد والعهد للرئيس ويقولوا هن مكملين مع الرئيس سعد الحريري بهذه المسيرة. 11 عاما والشعلة مضاءة بانتظار العدالة للبنان وللرئيس الشهيد ورفاقه. وفي مسجد محمد الأمين نظمت جمعية نساء المستقبل ندوة برعاية السيدة نازك رفيق الحريري، والكلمات استذكرت مزايا الرئيس الشهيد. رفيق عمري ودربي، أناجيك ولبنان يقف عند مفترق طرق ومعه الأسرة العربية والدولية. يا شهيدنا الغالي، أين نحن الآن مما أردته؟ أين نحن الآن من نهج المؤسسات الدستورية الفاعلة وقانون التشريعات؟ أين نحن الآن مما كنت تسعى جاهدا من أجله
وتعمل بعزيمتك ووطنيتك لإعادة السيادة والحرية والاستقلال والأمن والأمان لهذا البلد الحبيب لبناننا الذي نحلم به جميعا. بهذه الكلمات استهلت الندوة التي نظمتها جمعية نساء المستقبل برعاية السيدة نازك رفيق الحريري في قاعة مسجد محمد الأمين. وقد استذكرت السيدة نازك في كلمة مسجلة لها كلاما لصاحب الذكرى عن ثوابت الانتماء للبنان واستقلاله وسيادته وحدة أرضه. ليس الوقت وقت التهرب من المسؤولية ولا وضعها على عاتق فئة دون فئة. نحن جميعا مسؤولون، كل في موقعه، وعندنا ثوابتنا للانتماء والسيادة والاستقلال ووحدة الأرض والناس والمصير. ويكون علينا بالحوار وبالتشخيص للمشكلات وبالقرارات الصائبة أن نصون وجودنا ومصالحنا وأن نفتح مع شبابنا أفقا مستقبليا. وقد حضر الندوة إلى جانب السيدة هدى طبارة ممثلة السيدة نازك، النائب بهية الحريري ممثلة الرئيس سعد الحريري، ورئيس الحكومة تمام سلام ممثلا بهشام جارودي، ورئيس ميشيل سليمان ممثلا بالوزيرة منى عفيش، والنائب أنطوان زهرة ممثلا الدكتور سمير جعجع، وحشد من الوزراء والنواب وشخصيات. وتحت عنوان تحديات المرحلة وحماية لبنان من التجاذبات السياسية، حاضر وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية نبيل دوفريج، مشيرا إلى أن الرئيس الشهيد كان يدعو لمحاربة الإرهاب لأنه نقيض الروح الديمقراطية، وكان أول من أعلن أن الإرهاب يشكل تحديا لمبادئنا وقيمنا. الناس المتشائمين شو بيقولوا؟ بيقولوا هالبلد كذا وكذا، وأنا بقول لهم وبعدين بدهم يانا ننتحر مش هننتحر، بدهم يانا نترك البلد مش هنترك البلد، بدهم يانا نيأس مش هنيأس. قال الرئيس الشهيد رفيق الحريري هذا الكلام لأنه كان يعتبر أن التحديات هي جزء من حياة الإنسان وهي التي تجعلنا نتطور ونتقدم، ولذلك من عهدك اليوم أنه مش هنيأس. من جهته لفت وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس إلى أن الرئيس الشهيد كان ينتهج سبل الحوار، فتصدى له الكيد والحقد والتعطيل والافتراء إلى أن اغتالوه، مؤكدا أن الحكومة اليوم معتقلة من مكوناتها السياسية التي تتهمها بالعجز. نحن في حكومة يطبق بعض أبنائها عليها الخناق ولا يسمحون لها بالتنفس إلا على حدود الرمق، ويشلون حركتها ثم يصبون عليها جام جماهيرهم بتهم العجز والفشل وقلة الحيلة. فأي حيلة هذه التي تزعم أن التعطيل الدستوري هو علاج الديمقراطية الناجع وأن الأقلية وحدها صاحبة الحق الحصري بانتخاب الرئيس بحجة البصيرة التي ترى إلى أمام؟ وتخللت الندوة آيات من الذكر الحكيم للشيخ خالد يموت. وفي الختام قدمت طبارة درعين تحية وشكر وإجلال لكل من دوفريج ودرباس. النشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل. الجبير يدعو طهران إلى تغيير سلوكها والتوقف عن دعم الإرهاب في المنطقة. وصلت مقاتلات سعودية وإماراتية وقطرية إلى تركيا تمهيدا لضرب مواقع داعش بالتزامن مع انطلاق مناورات رعد الشمال التي تعد الأكبر من نوعها في تاريخ المنطقة. إلى ذلك وصلت المدفعية التركية قصف مواقع الوحدات الكردية في ريف حلب الشمالي. قاعدة إنجرليك العسكرية التركية عادت في الساعات الماضية إلى واجهة الأحداث بعدما استقبلت مقاتلات سعودية وإماراتية وقطرية تمهيدا لمشاركتها في العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش الإرهابي في سوريا، وذلك في إطار التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة. كل ذلك ترافق مع التمرين العسكري الأهم والأكبر في تاريخ المنطقة رعد الشمال في مدينة الملك خالد العسكرية بمدينة حفر الباطن شمال المملكة العربية السعودية، والذي تشارك فيه إضافة إلى قوات درع الجزيرة 20 دولة عربية وإسلامية وصديقة. وقد أشارت وكالة الأنباء السعودية إلى أن تمرين رعد الشمال يمثل رسالة واضحة مفادها الوقوف صفا واحدا في مواجهة مختلف التحديات والحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة.
هذه التطورات لم تحجب النظر عن القصف المدفعي التركي الذي تواصل لليوم الثاني على التوالي على مواقع الوحدات الكردية في منطقة أعزاز بريف حلب الشمالي، في وقت أعلنت تركيا مقتل 29 عنصرا من وحدات الحماية الكردية جراء القصف التركي. النظام السوري تجاهل التدخل العسكري الروسي والإيراني وحلفائهما، ووصف القصف التركي بالاعتداءات التي تمثل دعما مباشرا لمن وصفهم بالإرهابيين. أما دوليا فأعلن البيت الأبيض أن نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن دعا تركيا في اتصال هاتفي مع رئيس وزرائها أحمد داود أوغلو إلى ضبط النفس ووقف قصف مناطق شمال سوريا، مشيرا إلى جهود الولايات المتحدة لمنع القوات الكردية من استغلال الظروف الحالية للاستيلاء على أراض إضافية قرب الحدود السورية التركية، في حين ناشدت الخارجية الفرنسية تركيا وقف القصف المدفعي على مواقع الأكراد في سوريا. ألمح الجيش الإيراني إلى احتمال مواجهة السعودية مباشرة في حال قررت إرسال قوات برية إلى سوريا. تزامنا طلب الرئيس الأمريكي باراك أوباما من نظيره الروسي فلاديمير بوتين التوقف عن استهداف المعارضة المعتدلة في سوريا. تصريحات جديدة أدلى بها وزير الخارجية السعودية عادل الجبير خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السويسري في الرياض، أكد خلالها أن توقيت إرسال القوات البرية السعودية إلى سوريا مرتبط بما يقرره التحالف الدولي. إن استعداد المملكة لإرسال قوات برية إلى سوريا يأتي ضمن التحالف الدولي، ونؤكد على أن القوات الخاصة السعودية ستكون ضمن القوات البرية للتحالف. الجبير أكد العمل على تشكيل حكومة انتقالية، متهما النظام السوري بمواصلة تأخير الحل السياسي، ومؤكدا أن روسيا ستفشل في إنقاذ بشار الأسد. السلطة ستنتقل من نظام بشار الأسد إلى المجلس الانتقالي الذي سيدير مؤسسات الدولة ويضع دستورا جديدا وينظم انتخابات لا يكون لبشار الأسد دور فيها. المعارضة المعتدلة جاهزة للسير باتجاه الحل السياسي، لكن لسوء الحظ النظام يستمر في التأخير ويواصل استخدام البراميل المتفجرة وتجويع الناس، كما أن روسيا وإيران تشنان حملة بلا هوادة ضد الشعب السوري، وهذا ما يجعل المفاوضات السياسية أكثر صعوبة. في المقابل ألمح مساعد القيادة العامة للقوات المسلحة الإيرانية العميد مسعود جزائري إلى نية إيران مواجهة السعودية بشكل مباشر في حال قررت إرسال قوات برية إلى سوريا لتغيير المعادلة لصالح المعارضة السورية. وقال جزائري في مقابلة مع قناة العالم الإيرانية إن إيران لن تسمح لأي بلد بإرسال قوات إلى سوريا من دون التنسيق مع الحكومة السورية، مشيرا إلى أن إيران لن تتردد عندها في زيادة عدد مستشاريها ومقاتليها. إلى ذلك قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي باراك أوباما ناقش أزمة سوريا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين عبر الهاتف، بما في ذلك أهمية الإسراع بإيصال مساعدات إنسانية للبلاد ووقف الضربات الجوية. وقال البيت الأبيض في بيان إن الرئيس أوباما شدد بالتحديد على أهمية أن تلعب روسيا الآن دورا بناء بوقف حملتها الجوية ضد قوات المعارضة المعتدلة في سوريا. أعلن وزير الخارجية السعودية عادل الجبير أن المملكة قبلت عرض سويسرا بإدارة الشؤون القنصلية السعودية في إيران. الموافقة على أن تراعي سويسرا مصالح المملكة في إيران هو كما ذكرت تسهيل قدرة المواطن الإيراني في أن يزور بيت الله الحرام، وتسهيل قدرة المواطن الإيراني أن يؤدي العمرة والحج بشكل سهل، أساس ما نبغى المواطن الإيراني المسلمين أن يتأثروا فيما يتعلق بالنزاع القائم بين الحكومتين. فلذلك هذا الدور محدود، لا نطلب الوساطة، الإيرانيين يعلمون تماما ماذا يحتاج أن يفعلوه إذا أرادوا أن يحسنوا علاقاتهم مع المملكة. ما قامت به إيران وما تقوم به إيران من أعمال عدوانية تجاه المملكة يجب أن يتغير، زرع خلايا إرهابية في المملكة العربية السعودية لزعزعة الأمن وقتل الأبرياء غير مقبول، تهريب أسلحة ومخدرات إلى المملكة العربية السعودية ودول حليفة للمملكة أمر غير مقبول، مد الحوثيين بالسلاح والمال والطاقات البشرية أمر غير معقول، دعم الإرهاب في المملكة وفي المنطقة أمر غير مقبول، شب الفتنة الطائفية في المنطقة وفي العالم الإسلامي بشكل عام أمر غير مقبول، تدخلات إيران في شؤون دول المنطقة سواء كانت لبنان
أو سوريا أو العراق أو اليمن أمر غير مقبول. فهناك أشياء كثيرة يجب على إيران أن تعدلها إذا أرادت أن يكون لها علاقات جيدة مع المملكة. أوضح مصدر بوزارة الخارجية السعودية ردا على بعض ما تداولته وسائل الإعلام عن تحديد موعد لزيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لروسيا، مؤكدا أنه لم يتم تحديد موعد زمني للزيارة وأن ما يتم تداوله في هذا الشأن غير صحيح. وفي الختام يبقى التذكير بالعناوين. ما في حدا أكبر من بلده، وما في حدا سيتمكن من السطو على الجمهورية اللبنانية لا بترهيب السلاح ولا بإرهاب التطرف ولا بمخالفة الدستور. في ذكرى 14 من شباط، الحريري يؤكد التزامه بالدولة ويقول: نحن عرب على رأس السطح، ولبنان لن يكون ولاية إيرانية. سلسلة لقاءات في بيت الوسط، وجنبلاط يزور عين التينة ويصف كلام الحريري بالممتاز. مقاتلات سعودية في تركيا قبيل بدء مناورات رعد الشمال، وأنقرة تواصل دك مواقع أكراد سوريا. نهاية النشرة، إلى اللقاء. لترشيح عماد ميشيل عون. المعارضة السورية هي بتحدد من يمثلها.